وأنا أيضا بالمناسبة يعني لي مؤلفين كتابين يعني بسيطين على قد البحرين يعني أيضا في القصص يعني اللي أعرف أن النجاح يعني مقياس النجاح مثلا ما بينك أنت مشهورة جدا وبيني يعني أديب بسيط ربما تكمن في شيء معين في وجهة نظري اللي هي يمكن أن نكتب نفس القصة تكتبين أكتبها نفسها ولكن مشكلة يمكن ربما تكمن في تقنية الكتابة المنهج مثلا أو الأسلوب أو طريقة الكتابة اللي تخلي مثلا القراء الكرام هنا يقبلون على كتابك أنت ويرفضون مثلا كتابي أنا ورغم أن ربما القصة والمحتوى والشيء نفس المشكلة أنا أعالجها سواء الفقر سواء البطالة سواء المشاكل الاجتماعية سواء أي قصة من القصص الحياتية ونفس الطريقة اللي تفضلتي في يعني أن أنت أيضا تعيشين الظروف أيضا تعيشين الواقع سمعتي قصص وأيضا نحن نتبع تقريبا نفس الأسلوب فالسؤال يعني ما هي تقنيتك ما هو منهجك كيف وصلت يعني كي نستفيد أيضا شكرا. Sorry, I'm going to ask my question in English. You'll excuse me, come on. I share with you the displacement and the bilingualism, and most of my education has been in English, so I would rather ask the question and excuse me, but you can answer it in Arabic if you wish. As a Palestinian, I'm haunted by displacement. It's, you know, the ultimate obsession in my life. And you know, Edward Said wrote about displacement a lot, and of course, he was the pillar who stood firm against Huntington's whole, you know, paradigm of the clash of civilizations. So, on the one hand, we feel, yani I'm a Palestinian, Arab, Canadian woman, okay? There's a part of me, I'm always swinging on a pendulum between extreme sadness sometimes. That is fostered by this yearning for something that I feel I have lost, I would think are more benign than others. When displacement becomes so oppressive that it, you know, sort of is on all levels, whether it's material, physical, political, moral, and in every way, there needs to be someone like Ahdaf Sway, for example, who would break the barriers of language and reach into the heart of the other through narrative. And I think, you know, it's more than whether you write 1,000 political articles, they are not equal to, you know, in terms of the conviction or the transformation that can happen within a person when you read a novel. Don't you think so? And I think if we had more probably Palestinian and other Arab writers who write like you, I think we would be in a better space politically now. Thank you. شكرا للدكتورة. أريد أن أطرح قضية معينة. الحالة الإبداعية تأخذ سمة الديمومة لها بأنها تطرح قضية. أي حالة إبداعية في الشعر أو الأدب أو الرواية إذا ما كان للأديب فيها قضية تراكمية في متابعتها أعتقد أنه تأخذ هذا منحى زمني قصير جدا ولا يعود لها أي أثر. نأخذ كثير من الأدباء والكتاب العرب الجواهري، محمود درويش، غسان كنفاني، كلهم حملوا قضية كبيرة جدا، أحلام استغامي، أبو القاسم الشابي. أنا أطرح الآن في موضوع الحوار الأديب ماذا يحمل في الإنسان. الكاتب داخل أوطانه يحمل قضايا التحرر العربي، يحمل قضية الحياة الفضلة، يحمل قضية ما يتوجب على الإنسان العربي مواجهته مع الجانب الآخر في الجانب الحضاري. أسأل الدكتورة، أنت كأديبة ومثقفة تعيش في بريطانيا، ما هو الدور الحضاري الذي يتوجب على الكاتب أو الأديب أن يتعامل في وجوده في الغرب؟
أعتقد من باب قد يكون من باب اللياقات أو من باب المجاملات في الغرب أنه اللغة المهادنة. هل الطرح الحقيقي للأديب والمثقف العربي يجب أن يكون بجانب ما يقبل الآخر مني، أم أطرح القضية قضيتي أنا كإنسان عربي بأن هذه الحضارة العربية الإسلامية أعطت العالم الخير والنور وأعطت كل العلوم؟ هذا في جانب. الجانب الآخر القضية الإبداعية في الأدب، هل تركت الدكتورة أهداف في الروايتين التي طرحتهم في